أنا فهمك يا أبو مازن. اللي اتصل عليك أبو مازن ما هو بدر. اللي اتصل عليك أبو مازن هو الشخص الثالث. الشخص الثالث اللي قاعد يخطط الحين الهروب وهو مع خويه. معقول يرجع؟ يا الله كيف؟ هذا اللي صار. هذا اللي صار؟ مو أنت اللي فهمني إنه بدر مات برات السعودية؟ هذا اللي فهمني فهد. عشان كذا لما قتلته بدم بارد كان آخر خيط وصل الأحداث ببعض. وسافر نايف مع خويه خاطر إلى أمريكا. بس قبل ما يروح من أمريكا توقفوا الترانزيت في دبي. خاطر هذا بالمناسبة خوي نايف روح بالروح من الصغر، بس إنه تربى هنا في البلد. رجع خاطر بجوال أمريكي وجاب نايف هلال معاه من أمريكا. ما حد شك الشبه كبير جدا، بس رجعوا مع بعض هنا للبلد. يعني تقصد إن اللي كان معه في أمريكا نايف هذا؟ اي نعم يا هلال، هو استلم في المستشفى اوراق رسميه. اوراق رسميه وثابته وصحيحه، وكنت على وقت طلوعي الاوراق مخلصه وجاهزه، ولا كان في مجال للشك ابدا لانه الشبه واضح. طبعا اكيد ما سالت عن جوازه. طبيعي وكلام غير منطقي اني اسال عن جوازه، لانه كنت شبه فاقد الوعي وماني مركز ومشوي شوي في من العمليه ومن العمليه. وهذه الثغرة اللي استغلها نايف وفهد في تنفيذ الجريمة. وجود بدر هالفترة يشكل خطر علينا، وإنكار وجوده داخل السعودية وخارجها خطر أكثر. طيب يا الله شو بدنا نساوي؟ وين فلوس؟ حاططهم بالبيت مثل ما قلت لي. اسمع، لازم نهرب الحين لأن منصور ذكي وما راح ينام لين يمسك الخيوط كلها. صح صح، يعني يا الله جوز يكون عمم علينا. لا لا ما يقدر، لأنه أصلا واثق فيني ولا راح يقدر يعمم إلين يشيك علينا كلنا. طيب هذا ظنه، هو يعتقد ان احنا ما احنا فاهمين الخطة كاملة، بس ما يدري ان الادوار تغيرت شوي. صاروا هو في النور وحنا في الظلمة. احنا شايفينه زين بس هو مو شايفنا. ما يدري ان احنا حطيناه تحت المراقبة المشددة.